كنت دعنا ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف. ولم يبقى هناك أي نوع من الأدوية، وعندما جرى تحرير شرق حلب وتم إيجاد كميات كبيرة من المواد الطبية والمعدات الطبية لكافة الأنواع وكافة الصفات في المستودعات في حلب الشرقية التي كانت تحت سيطرة المسلحين، والمسلحون رفضوا أن يقدموا الوصول للمدنيين إلى هذه المخزونات. ولقد تأكدنا بأن المنظمات الدولية الصحية في المجتمع الدولي أرسلنا إلى أن تحصل على هذه المعلومات وأن تنقل هذه المعلومات إلى جنيف، ونحن طلبنا من مجلس الأمن أن يشرح لماذا جرى خلق الهستيريا من قبل منظمة الصحة العالمية عن ورغم وجود مثل هذه الكميات من المواد الطبية في حلب الشرقية، وإما أنهم أن الجميع كانوا يسكتون عن هذا الموضوع. والأمر الآخر عندما حاولوا أن يتهموا أو يتهمون بالقيام بجرائم حرب وخرق للقوانين الإنسانية في حلب الشرقية، و نحن رغم أننا كنا نتعاون مع الصليب الأحمر الدولي والتعاون أيضا مع منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر كانت قد بنيت منذ البداية، ومن قبل أيام سمعنا مرة أخرى من ممثلي صليب الأحمر الدولي قد تقييما عاليا لتعاوننا مع هذه المنظمة وزملائهم في حلب الشرقية. أما فيما يتعلق بتغطية الوضع في الموصل، وليس فقط في الموصل وإنما في المناطق الأخرى التي تجري فيها العمليات لمواجهة أو التي يقوم بها التحالف لمكافحة الإرهاب ما يسمى التحالف، فإن زملائكم من الصحفيين يجب عليهم أن يشعروا بمسؤوليتهم لقيامهم بدورهم الوظيفي والمهني، ومنها قناة روسيا اليوم أو RT، فهي تعرض وبشكل موضوعي كامل، وعلى الأقل فإن كل تقارير مراسليكم والتي تعرضها للمجتمع الدولي حول كيف يتطور أي أزمة، فبدون هذه التقارير لن تكون لكاملة الصورة عن هذا الوضع. فإن أولئك الذين يمكن أن يشاهدوا هذه القنوات فيمكنهم أن يتأكدوا بالتقييم على الوضع بأنه مقلق للغاية، ولقد هرب من الموصل عدد كبير وأكبر من المدنيين مما كان قد خرج ونزح من حلب الشرقية. وأطلب هنا وأدعو إلى جانب الصحفيين للدول الأخرى التي تعمل في أماكن النزاعات كما شركائنا من المنظمة الأمم المتحدة التي مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية في الأماكن المختلفة من العالم لأن يكونوا أكثر موضوعية من ناحيتهم، وأن يعملوا لعرض ما يرونه في أي مكان من الأزمات. فمنذ فترة قريبة كان هناك مؤتمر صحفي لنائب الأمين العام للأمم المتحدة للمواضيع الإنسانية، وكان هناك عرض كبير وصورة جدية للوضع في سوريا، وكانت الإشارة بأن الوضع في سوريا ليس هو أصعب وضع مقارنة بالأزمات التي تستمر في المناطق الأخرى حول مثل، وقدمت عرضا عن الوضع في العراق وفي اليمن. وأعتقد أن من يقلقه الوضع الحقوق والإنسان في العالم فإنهم سيأخذون هذا الوضع في خطواتهم المقبلة وتصريحاتهم المقبلة. وكالة إنترفاكس فيرونيكا فيشنيكوفا، وكالة إنترفاكس. السؤال إلى السيد الوزير الروسي،
هل يخفض إطار أستنا أهمية العملية التفاوضية، وهل يؤثر ذلك على رفض بعض الفصائل للمعارضة المسلحة؟ نحن الآن نحاول أن نحصل عن التفاصيل مع زملائنا في وزارة الدفاع في كافة الجوانب، ونحن ننطلق من أنه أسباب التي ذكرتها وسائل الإعلام كسبب يعيق مشاركة المعارضة المسلحة في المحادثات في أسطنة فهي ليست مقنعة، وهم يعتمدون بأن أن هناك خروقات لوقف نظام وقف إطلاق النار، وهذا يتم في أي حالة من الأحوال، فهذه عملية طبيعية سيكون هناك بعض مثل هذه الخروقات، ولكن من المهم هو أن هذه الخروقات أصبحت أقل بكثير مما كانت قبل توقيع الاتفاقية في نهاية ديسمبر، ومتابعة ومراقبة هذه الخروقات، فقد تم تشكيل آلية بمشاركة العسكريين من روسيا وتركيا، فهم يوميا يتبادلون المعلومات عما يتم ملاحظته من خروقات، وفي الوقت الحالي يجري تشكيل آلية للتفاعل وردة الفعل على مثل هذه الخروقات لاتخاذ التعامل والتعامل مع الجهات التي تقوم بهذه الخروقات، وهذا الموضوع يجري أيضا أو هذا السؤال سيناقش في أسطنة لآلية معاقبة من يقوم بخرق هذه وقف إطلاق النار، فيجب تشكيل أيضا سؤال ومناقشة السؤال حول نزع الألغام وأيضا مشاركة الأمم المتحدة واليونسكو وأي دولة طبيعية تريد أن تعيد الوضع الحياة الطبيعي في الأراضي السورية التي جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار فيها، فإن آلية نزع الألغام فهي تعتبر موضوع أساسي، والموضوع الثالث وهو تبادل الأسرى والمعتقلين، فجرى أيضا من قبل زملائنا تحضير الاقتراحات المحددة وأيضا التعاون في عبر وزارات الدفاع لاتفاق حول المناطق التي لا تزال تبقى تحت سيطرة الإرهابيين على الخارطة والمناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين، وأيضا بلا شك فإن المهمة الأساسية هي ليس الحفاظ على الوضع وتجميده وإنما ووقف العمليات القتالية وغيرها، وإنما يجب الحصول على تقدم لتعزيز الأمن والاستقرار، لتعزيز أيضا الجهود المطلوبة للحل، البدء في الحل السياسي وبدء في كتابة الدستور الجديد. فلدينا نحن أفكارا حول هذا الموضوع، وأكرر مرة أخرى فنحن نستفسر حول موضوع الحجة التي أظهرتها المجموعات المسلحة والمعارضة المسلحة، وأنا في الأمس تحدثت مع زميلي في وزير الخارجية التركية و قادة ورئاسة أو وزارة الدفاع أيضا تخرج عبر قنواتها مع وزارة الدفاع في تركيا، وأيضا بشكل مباشر مع قادة الفصائل، فنأمل بأن هناك عدم تطابق بالأفكار فقط، ولكن على كل أحوال فإن اللقاء في أسطنة يمكن أن يساعد في تطوير التعاون لإنجاز قرار 2254. السؤال النهائي إلى السيد لافروف، هناك معلومات حول نشطاء الحركات القومية المتطرفة في أوكرانيا يحاصرون إحدى أجنحة البنك الروسي، وهناك معلومات أيضا حول عقد الجلسة
لفرض العقوبات على هذا البنك أو ربما إجراءات أخرى. هل يمكن وقوع ذلك في حالة محاصرة أعمال البنك؟ وهل يوجد العسكريين الروس هنالك؟ أما بالنسبة للأوضاع في أوكرانيا، حسب فهمي إدارة سبيربنك توجهت إلى الهيئات المعنية الأوكرانية مع المطالبة بوقف أعمال الشغب وممانعة الأعمال الطبيعية للبنوك، وإذا تم استخدام الوسائل المعروفة بدون أي تسييس سنرى النتائج، ولكن لحد الآن نرى أعمال الشغب من قبل هذه الفصائل المتطرفة. بالنسبة لتصريحات سيد أواكوف، أعول على أن وزارة الداخلية ربما ستستخدم صلاحيات الوزارة ضد أولئك الذين حاولوا إقامة الحصار لجمهورية دونيتسك، وهذا شيء غير لائق لموظفي الوزارة. هم مجرد يشاهدون كيف النازيين الجدد يمارسون أعمال الشغب بدون أي عقاب وأي تأثير عليهم من قبل السلطات الرسمية، سواء كان ذلك على سكك الحديد أو على الطرق. ونعول على أن السلطات ستستفيد من كل ما بوسعها لوقف هذه الأعمال.